ضمن حملتها الدوائية السنوية، قامت نقابة المعلمين بحلب بزيارة مراكز الإقامة المؤقتة بجبرين، ووزعت كميات من الأدوية للأهالي المقيمين في المركز. تقوم نقابة المعلمين اليوم بمبادرة رائعة ومشكورة عليها، وهي تقديم مساعدات طبية، حيث قدم إلى مركز إيواء أهالينا في المناطق الشرقية الذين لم يتمكنوا إلى الآن من العودة إلى منازلهم، لتقديم مع مجموعة من الأطباء المختصين في كل الاختصاصات الطبية لفحص هؤلاء الأخوة وتقديم الأدوية اللازمة لهم. انطلاقا من قدسية الدور الذي تطلع به نقابة المعلمين في مواكبة الأحداث التي يمر بها قطرنا العربي السوري، فقد كانت هذه المبادرة من نقابة المعلمين لمواكبة وتقديم العون اللازم لأهلنا النازحين في هذه المناطق. أطفال مهملة صحيا، يعني من المعاناة اللي مروا عليها، يعني هلا بنحاول نساعدهم قدر الإمكان، نعطيهم دواء، نعطيهم علاج، نحسن وضعهم، يرجعوا يندمجوا بالمجتمع، يتحسن نموهم، تحسن دراستهم، يرجعوا يعيشوا مثل أطفال سوريا قبل الأزمة. المبادرة تتضمن حملة طبية متكاملة من الأطباء في كل الاختصاصات، إضافة لكميات كبيرة من الأدوية توزع مجانا للاجئين. جينا لهنا للواء جبرين لحتى رعاية كويسة وكل شيء كويس عنا مقدم لنا، ونشكر نقابة الأطباء ونشكر كل شيء يعاون نقابة المعلمين ونشكر كل شيء يساعد الشعب السوري من أي جهة كانت. ومنشكرهم كتير، وجايين نحن على جو صيف وبلم حشرات جو الصيف وبلم برغش ومن منشكرهم كتير ومنشكركم أنتم كمان. جابت كتير من الأدوية، طبعا هي دليل على اهتمامها بالأطفال، طبعا من جميع الاختصاصات، داخلية، أطفال، نسائية، جلدية، طبعا كل اختصاص لحاله، وجابت كتير من الأدوية. طبعا توزيع الأدوية هي مجانا. نقابة المعلمين وغيرها من النقابات لا تزال تقدم المساعدات للأهالي المتضررين من الإرهاب في كافة المحافظات السورية.